ورحمة الله وبركاته، زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن سيده فلسطينيه تحمل علم الجزائر، ويعني بتطلب منهم المساعده وتستغيث، وربنا يا رب ينصرهم نصر مبين يا رب العالمين. وطبعا ده بعد وصول المساعدات والشحنات من الجزائر لاهل غزه. النهاية الواحد مش عارف يقول ايه، ربنا يكون في عونهم، يرحم كل الاطفال اللي توفت والشهداء اللي راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، املنا فيك يا رب كبير جدا 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 بدون حدود. يعطيك الصحة، شو بدك توصل رسالة للجزائر يا حجة؟ اذا نقولها نطمينها واحد، ونحن نحبكم برشا، نحبكم بزاف برشا، ليكم اعراض في فلسطين، ما تسيبوا اعراضكم كده، تعالوا يا شباب. Days, it's clear that the emotion, the compassion created a situation where everybody was just close to Israel and backing them and sharing the pain. And we do share their pain, and we do share their willingness to get rid of terrorism. We know what terrorism means in France. But I think there is no justification precisely to attack civilians. We do recognize the right to protect themselves. And 1 month after this terrorist attack, I think it would be not the right way to deal with a partner and friend just to say you will be condemned and you are guilty. De facto, today, civilians are bombed. De facto. These babies, these ladies, these old people are bombed and killed. تصويت من الأمم بقرار من الأمم المتحدة إن كل الدول إلا دول قليلة جدا طلبت بإن الحرب تنتهي، وإن الأرض لفلسطين، ومش الصهاينة ملهمش أي حق فيها، ولكن هنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. وطبعا فرنسا اللي رأيها اتغير 180 درجة، والكل بيقول عشان الانتخابات قربت والموقف ده اتغير عشان كده، والله أعلم. ربنا يا رب يهدي الأحوال، والكل يا رب يكون كل القرارات اللي تتاخد أو كل الأمور اللي تتاخد تكون في صالح أهل فلسطين يا رب العالمين إن شاء الله. شوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.